معها وتن ويرنيك شعرك في شرف مروم وحا كوفا كريسة دي شرفتها فلا تقنع بما دون النجوم وحيد ديقها كصوصك يا هكو قنع قفك ما يشو قصر رسينه كو قنعو سادته النبي صلى الله عليه وسلم الحليه هداد إلهي جنة ويديسان إسان ويديس جنة الفردوس ويديسته إلهي مركا جنة ويديسان إسان وحاد ويديستان بور النبي صلى الله عليه وسلم جنة الفردوس ويديسته بمعنى ومحي هي أعلى الجنان إذا قصر رئيسة إن التراهيد مع جنوين كان دوم برا ما يشو قصر رئيسوه إذا وحلنا مركا أمسل لوبت باذياي هكسي سارة وإنو جرو قفك إنو أمبيشس نقضو وكفكر أمضن هبين إيمان تفكير كيسان مركا وراد مركا يا شبيذ الله سبحانه وتعالى أرنك اللي بعد بيحوي هاي إن أقفك أهل ما مفكر كأنو مصا ما ينكرو لو ما نبعنا إن أذيك إيا دردر إيا لو ما بعنا لكن مصا ما ينكر يفكر كأنو مال إسكردقو يعني وحي ليه لو الشيء أمبا impossible في هذه الحياة أنصر تقالها وميدو استحالة كونية أي جرتة استحالة شرعية استحالة كونية وحيابا عن صورة قلقة ينوحا كمدا إنا ترى هذا قرح لي كسو بحيس بري با إنتان صوقا نوحا كسو صاري قلبك محير الله سبحانه وتعالى إساق يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب تام عقول ما استحالة شرعية ومحي الله سبحانه وتعالى وحكال وحيابا محارم بكال حرم عليكم أمة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم معلماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم حلائل أبنائكم آيات الصلاة وحي كهذا شام حارم إن قفك هيدي أنو قرسان كرين إن أنت أولا أنو قرسان كرين هبررتي أنو قرسان كرين إيددي أنو قرسان كرين صورت قل ماها مركا نسكي سيدا السوتاقي كاني وحن حرام يرينا ما تبدشيد وترى وحن ولا سمين كلا لا بدا الرماد وحي كسر عليه سوما وحن لسمين كلا مركا ملا وماشي أوليه ابن القيم الجوزية قفك هدو كف كرو إسيرا بورتا واد حنباري كرتا واد قادي كرتا دوشا سارا كرتا هدو يرى هدينا صورت قل تابا أميسان هبو ليه بمعنى وحن لان هاي أمط با اللي بدبادين هاي مركا اللي هاي قونو قفك أن أمبيشس ويرا هدو إن آن إنو هابع إيمادا ماها إنا تراهين ماها معقول ماها أمضا لبابد بادين كرو ومضان صوماليا صوماها سيستم كابا يورد الشين هديبا إلهي سبحانه وتعالى سيدا وكاد لغاية صوماها معقول ماها بلسادا إليترسي وكوبتين لما قبل وحب الله وما قبل كرا مركا إسكاد عاد عيسي ومركا كليه أمضا ماشي أنا كدقاقين وليالك تجربة نيوان كان ملايسيان كا تجربة وحي إليهين نيكا ملايسيان كا مركا تراد هوشان قبو وحا عاده وأهلو كورا ذا تقبله ما قبلا كري إنه يراد يعني ما كري كرو كلمة دعوة كوبانضي مركي محاضير محمد وقت جيس لسوق جاري لشجع إنه وحوين وكجيس وضن كأهر مريتيس وكجيس وعو هالكديق وغير دقي شعار والبوم ما الله قرب ضد كمركي مال إسوي ما له منتديات كا مرك الربع إلا جارديو كلمة دعاء ملاشي بولي أوقف كي تجاي وأرك كروان كري كرا بمعنى إحنا وصمين كرا بمعنى إحنا الربع إنه ضدك حتى هالكود جود وح بدل إلا أوقف كمرك ويراد وح وصمين كرتا وصمين كرتا وإحنا أنا أهين قرض الجح هي كطلاب اللي جت طلاب يسوع دي من ربي مركا ويسقو حريق ذي وح وصور تقل ولا صمين كرا إذن الباب كأ إن لجراعه لا نفره بلشنا وح لاقب تيدك قبنا ينا أي نقضان دد يرى أو أهدت كماشن كبر بار لباتنك السنة ماشن إنك آن الجون الدبها نقول نعي وصور تقل بإذن الله سبحانه وتعالى أرن كلامي هو يهاي ألوبا هاي هاي قفك مركا قد أركيسان وأنو سن بأذو مركا يفاشل أي تاي بأذين هل مشكلة بإلا ذا إنبارمنت تيجي ديجان كصومالي ما ضرعين أنا حكم إذا وعين نقول ير كرياتيف تيجي يعني نقول أمي إبداعي نك صومالي كم مقرتو وسيدا أن إنا قلنا أبضنا هاي مقرته وضضنا هدي أي كاحر أنت وضع صفرة بيزنس مركز الجوجو مقرتني كان هدو مقاعد فرت أدو مالك لكفر مقاعد كفر فريا كان هدو إندونيزي هذا معوسه كان مقرته ورشاتي ولا كان معوسه كان مقرته هوشن لين كما لجو تهريب ولا لك الصومالي لين كسر لجو سو تهريب وقرحة ومضى كلام ويسوس عضان وكلي كيبو هذا إلا وكحرم إذن كيس كأكريتيف تيجا إنه قفك مسكحيز وكشقي وح وكون فكر أنا أي نقطة إبداعية ورودنا والله مري نبى هراء الجحذي كيس كان وحرية هاي أدين أنا وضك على فرع وح كم يتوحي الله لو جنبها هي قفك مسلم كين ولا يمد أرن كلا وحي هاي علو الهم قفك هو عوين كروح كم ده مسألة الإتقان والإحسان الله بشي والله سبحانه وتعالى وكهله مركب وح لقبنا يو وأحسنوا مركب وح جورع إنسان هجاجيل
marka aad hawl qabanaysaan hagaajiye ihsaan iqaan baa looga baahan hawsha la qabanay inay sugan tahay mudqan in noqdo perfection way inta diintu marka inoogu yartay laakiin hawl iyada haafa oo kala dhiman oo kala dhan labaatan baan qabtay boqolkiiba soddon bay dhaaftay toddobaatan baan qabtay boqolkiima buuxsamin waatan allah subxaanah wa tacaala uu diiday waatan xadiidka uu leeyahay in allaha yuxibbu idaa camila axadukum camalan an yutqina ilaahay wuxuu jecel yahay midkiin markuu hawl uu qabanayo inuu sideeda uu sugo waatan aayaddu ay leedahay allah subxaanah wa tacaala fi lqur'aan alkariim waxay leeyihiin culummada xitaa itqaanka wuxuu soo gelayaa aayaadka qur'aaniga marka la aqrinayo inuu qofka aanu dul marin uu keliya muruuran kiraamin uu isdul taago walaalka alimaam ashiiraazi wuxuu aqrinayay qowlahu jalla wacalaa khalaqa lakum maa fi lardi jamiican ilaahay wuxuu idiin abuuray wax kasta oo ardadan dhulkeeda ahaado dusheeda ahaada ama ka soo baxa lakum taabuu isdul taaga waa xaraf laam iyo kum ka kooban imaam shiiraazi markuu dul taaga wuxuu kala soo baxay fiqi ah waxaa la wixii ardadan ku hoos aasan ee macdan ah ee batrool ah masaladan ay leeyihiin ama ay ku magacaabaan economicska ay leeyihiin waxaa iskale ajyaasha soo socota ilaahay hadduu lakum uu yidhi ma aha wax alla wixii macaadina ilaahay uu dhex dhigay wax alla wixii batrool uu dhex dhigay inagoo dhan inaan isku fuuqsanno ma ahana ummad kalena sugaysa bimacnaa waxaan rabnaa xitaa marka aayadda la aqrinayo ama marka xadiidka la aqrinayo fakarku inuu noqdo sidee waxaan looga miro dhalaa sidee bimacnaa looga caano maalaa sidee natiijo looga gaara waa inay noqoto oo salaaddeena waa inay perfection noqoto oo qofka soonkiisa waa inuu perfection noqdo waa in qofka zakadiisu ay sidaa ay noqoto waddooyinkaa markuu qofka uu soo maro uu isu soo sugo min alifiha ilaa yaha waa marka hawshu bicidinahi subxaanah wa tacaala la iman karo perfectionka waxaa ka mid a qofka inuusan degdegin oo aanu ku degdegin natiijada marka uu rabay waqti bay qaadanaysaa wuxuu leeyay ninkan saxafiga haykal waxaan raadiyay buu yidhay ninka anishtan lagu magacaabo ee isagu lahaa fakarka kan scientific theory-ga la xiriirta ee relativity-ga la xiriirta wuxuu yidhi maalin baan ballansaday buu yidhi meel baan ugu tegay markaasa waxaan yidhi waxaan u baahanahay in aan kulan saxafiya kula sameeyo oo aan ku weydiiyo fikraddan relativity-ga ku salaysan oo scientific-ga ah sida aad ku gaartay inaan ogaado markaas wuxuu yidhi nin yar baa tahay da' yar way kugu adag tahay inaad fahamtay wuxuu yidhi anigu uma baahni inaan fakarka aan raadiya mathalan scientific theory uma socda inaan fahmo uma fahmi karo scienceit ma ahi qof scientistiya ma ahi laakiin waxaan u baahanay habkaad ku gaartay wuxuu yidhi toddoba sana igu qaadatay inaan ka fakaro baxfi galo toddoba sanana raggii aan kula niqaasho toddoba sanana cardigeedii bandhigeeda aan galo waxay igu qaadatay buu yidhi 21 sano wuxuu yidhi xitaa markuu i waraysanayo ama aan waraysanayo wuxuu isiiyey buu yidhi 15 daqiiqoodoodoo beerta aan sidaa ugu wareegayna wuxuu yidhi 15 sana waxay qaadatay 21 sana qaadatay idan bimacnaa waxaa loola jeedaa qofka kan waana fikr maanta scientifically wily spreada oo qofka uu isticmaalo oo meel kasta markaa ku qoran waxa uu ku gaaray 21 sana fikr marka la keenayo ummaddan marka loo fakarayo waa inaysan noqon bayna cashiyatan waduxaa hadda waxaa laga yaabaa haddii organization ummadda wax u qabta laga fakarayo ama tacliinta halla wuxuuna lagu daray marka la leeyahay in hal meeting intaan yeelanno meeting kasto innaga aan yeelanno soomaali haddaan nahana 20 daqiiqo innaga isjiidiidayna 20 ku-xigeen midba nin kale hawshiisu ku mashquulay suu u radin lahaa 20 kale inagoo daalan baa lagu kala tegayaa meesha idan waqti bay u baahantahay waxaa loo baahanya marka calaqal 4 saac 5 saac waqti in marka la siiyo taana runtii waxaa samayn kara nin daalaya ama noocan maa soo daalay ama maskaxdu ay daashe ma qaban kare waxaa qaban kara nin ma aragtay da'yarta meeshan fadhida oo kale ah ee allah subxaanah wa tacaala maskaxda iimaanka uu siiyey taamki energy-ga isugu daray kuwa unbaa qaban kara perfection marka lehna ummadda marka badbaada iman karta biidin illahi subxaanah wa tacaala marka laga hadlayo himmadda sare waxay u baahan tahay qofka waa in ay jirto quwa daafica daakhiliya waa in uu ku saarayahay mishiin kugu bixin kara mishiin kugu bixin kara nin chiniisa ayaa wuxuu u yeeray nin ninkan waa nin chiniisa oo da'a nin dhalinyaraa oo ku fakaraya inuu wuxuu yidhi ambitious baan ahay waxaana u baahanay waxyaaba fara badan dreamis fara badan baa noloshan leeyahay buu yidhi inaan taxqiijaan u baahanay wuxuu yidhi kaale horta intaadan hawshaada aad gudagelin waa kuu baahanaya kaale buu yidhi kadib waal buu biyo ku soo shubay waalkan biyaha bal indhaha la raac buu yidhi markuu saa ugu foororsaday buu madaxa qabtay markaasuu aad iyo aad intuu u maquuniyey uu hoos madaxa ugu celiyay wiilkan wuxuu isku dayaya marka inuu caabiyo oo madax la soo kaco wuu ku celiyaa inuu caabiyo madax la soo kaco aakhirka wuu sii daayay wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey buu yidhi inta aan saa kuu maquuninayo isku dayay inaan biyaha marka madaxaaga geliyo xarakaadka aad samaysay maxay ahaayeen wuxuu yidhi xarakaadkaan sameeyey wuxuu ahaa
inaan isceliyo caabiyo nolol baan raadinaya. Wuxuu yidhi waxa aad raadinaysid haddaadan u raadin sida nolosha aad u raadinaysid, sida nolosha iyo hawada hadda kaa maqnayd, exhaleka inhaleka hadda aad raadinaysa haddaadan u raadin, danta aad leedahay ma gaari kartid. Idan waxaa leedahay ninka da'yarta ah haddii uu rabo, iyo gabadha muslimadda iyadoo da'yarta ah haddii ay rabto in bulsho wax loo qabto, haddii ay rabaan in bulsho wax loo qabto, waxaa loo baahayaa marka in shaygii la raadiyo iyadoo lagu raadinayo bihaadihi ariiqa bihaadi shakl, sida qofka nolosha in yar markii bac yar wejiga lagaa saaro oo qofku markuu nooca ma uu habqado hawadu ay ku xiranto sida uu rafanayo, haddaan wixii loo raadin hawshii marka laga dabategi karo waana macnaha marka loo baahanya, waana hadalkii Suqraad oo ah macno sidaasoo kale marka tilmaamaya. Haddaad dib ugu laabataan, dad fara badan oo maanta magacyo waaweyn ku leh fi lcaalam abhaduu noqon lahaa ninka adisan ee kahrabada